بديع. تفضل. الفساد وتأثيره على الحياة العامة، شنو تأثيرات الفساد؟ والله الفساد يعني المالي، الفساد أخذ فشوط كبير و يعني حقيقة أنا ما كنت عايش بالعراق، عايش خارج العراق وأسمع بالفساد، بس من جهة البغداد لا، هنالك هواية كثر مناطق متطورة ومناطق جيدة. أنت وين عايش عفوا؟ أنا بالمنصورة في كندا. في كندا ما شفت مال الفساد موجود في كندا؟ عراقيين سياسيين سابقين حاليين؟ أكو فساد بس أكو محاسبة شديدة. وين؟ في كندا. نعم أكو قانون. أكو محاسبة شديدة؟ والله أنا دا أشوف أكو محاسبة بس ما أعرف بعد، أنا ما أعرف والله، أنا قلت لك ضيف. صار لك إيش قد؟ صار لي حوالي شهر وشوي. شهر من كم سنة مجاي؟ أني كل سنتين كل ثلاثة أجي يعني أجي للعراق. لو المال العراق كله راح للجيوب العراقيين، شو راح يصير الوضع؟ والله بعد هذه السؤال مبين، الجواب مبين من سؤاله. زين. يعني المال العراقيين أكيد، العراق بلد غني وبلد ثري وكل مواطن يستحق الخيرات، وحقيقة يعني أنا على حد علمي يكون إنسان سعيد وإنسان مترف وإنسان يقدر يعني هاي إذا رجع المال الفاسد، إذا نعم. هاي رجعت تجيب العراقي. نعم. حياك الله، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.